السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعاتي الغاليات، إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. ولاقيكم هذا الفيديو ضحكة نشطة يا رب العالمين. أول شيء أنا حلي لكم قناة في صندوق الوصف ولا في أول تعليق للقراءة الخاصة، قراءة تكون مجانية، راح تروحوا للقناة وتشتركوا فيها وتفعلوا الجرس وتكتبوا في التعليق في آخر فيديو أنكم من طرف ورضية، وغتم لكم القراءة مجانية. أعيد وأكرر، قراءة مجانية. هذا هو الأمر الأول. ثاني حاجة يا ربي تيسر لكم أموركم يا ربي. أي متابعة من متابعاتي دخلت هذا الفيديو أبغي ربي ينورها ويبعد عنها شر الخلق يا أرحم الراحمين. يا ربي تفرج على كرة الدنيا والآخرة والتويم في الخير هي وراجلها. لو عندها مشاكل مع زوجها يا ربي تفك عليها مشاكل الدنيا والآخرة. أي وحدة عندها شي حاجة في خطرها الله يعطيها لها يا رب العالمين، آمين. المهم بداية نشعلوا هاد الشميعات بعدا. بسم الله سبحان الله، الشمع معكس بحالو بحال المتابعات ديالي. شتو سبحان الله ما بغاش تشعل. شوف قلت لكم دائما نتوما عندكم شي عكوس. المهم ان شاء الله اليوم وصفة سهلة وبسيطة بمكونات سهلة جدا متواجدة في كل بيت، يعني وصفة رهيبة والله العلي العظيم. بعد هذه الوصفة حبيبك ولا زوجك ولا يعني الشخص اللي يعني حط عليه العين، يعني شخص لو حتى لو انت ماشي في علاقة معاه ويعني بغيتي تجلبي داك الشخص، هذه هي الوصفة المناسبة يعني للمرأة المتزوجة وللمرأة العازبة اللي في علاقة وحتى اللي ماشي في علاقة. الوصفة للحبيب العنيد والمتكبر. لو حبيبك سليط يعني لسانه خايب متكبر عنيد، حتى لو كنت انت في بلد وهو في بلد، هذه هي الوصفة المناسبة ليك مكونات سهلة وبسيطة متواجدة في كل بيت. أول حاجة أقولها ونعاودها هي النية، دائما النية، لازم تكون عندك دائما نية بلي هذا العمل غادي ينجح ليك. تكون عندك نية يعني تكوني متأكدة من أن العمل غادي ينجح ليك مليون في المية، لأنه وصفة قبل ما تكون وصفة روحانية وعندها الخدام ديالها اللي ينجحوها، لازم تعرفوا أن حتى النفسية تاع الشخص لعب دور في نجاح الوصفة. الوصفة سهلة وبسيطة للحبيب العنيد المتكبر، حتى لو بينك وبينه بحور، حتى لو هو يعني في أرض ودي في أرض ثانية، بينكم مشاكل، بينكم صراعات، بينكم ناس تبغي تفرقكم، امرأة أو مع زوجها، يعني بينكم يعني خصام. انت مثلا في بيت اهلك يعني وبدك يعني ترجعي لبيتك يعني وما رضيتيش انك ترجعي، عندك كرامتك تبغي هذاك الشخص يرجع ويردك، هذا انت في الفيديو المناسب. المراه المتزوجه والعازبه واللي عندها حبيب تحبه من بعيد، هذه الوصفه المناسبه. نحتاجوا فيها حبيباتي حليب، كاس حليب، كاس حليب. نحتاج ورقه بيضاء غير مخططه وغير مسطره، يعني ورقه بيضاء بهذا الشكل، ورقة بيضاء بهذا الشكل. أعيد وأكرر، ورقة بيضاء بهذا الشكل، يعني مش بحال هذه دابا، هذه فيها خطوط، لا احنا لازمنا ورقة بيضاء غير مخططة وقلم أحمر، قلم أحمر أو المدد الروحاني. ثم تعرفوا أن دلالة اللون الأحمر في العالم الروحانيات هو دلالة كبيرة في الجلب، يعني في الجلب والحب والمحبة، يعني جلب خطير، يعني دائما باللون الاحمر او المدد الروحاني اللي متوفر عندكم. اول حاجه يعني نحتاجو كاس حليب يكون ساخن، اعيد واكرر، كاس حليب يكون ساخن، ورقه بيضاء، ونحتاجو قلم يكون احمر. شروط الوصفه، شروط الوصفه، اول حاجه لازم طهاره، لازم طهاره، يعني انت ما لازم تكوني لا على حيض ولا على جنابه، وحبذا انك تعملي وضوء اكبر قبل ما تعملي الوصفه. الوصفه تعمل يوم الاثنين، يوم الاثنين، ما تعمليهاش لا ثلاثاء ولا اربعاء ولا خميس، يوم الاثنين. انا لما اقول لك عمليها يوم الاثنين فعمليها يوم الاثنين. انت مثلا هاد الاسبوع او هاد الاسبوع تكوني على حيض ولا على حاجه، ما تعمليهاش حتى تنقاي، صافي. هذه من جهه. ثاني حاجه النيه، يعني ثاني حاجه النيه كيف ما تنقول لكم. وثالث حاجه المكان يكون هادئ، انت تعملي الوصفه تكوني في مكان هادئ جدا، الوصفه تعمل مع الليل، تعمل مع الليل،
الليل بعد صلاه العشاء ما فما فوق، لانكم تعرفوا الليل كيكون الهدوء، كتكون السكينه، كيكون الروحانيه تخدم بشكل كبير. صافي هنا سالينا هادشي، يعني كنحتاجو كاس حليب يكون يعني ساخن، اعيد واكرر كاس حليب يكون ساخن جدا. نحتاجو ورقه بيضاء، هاد الورقة البيضاء نكتبو فيها اسم الحبيب ديالك، اسم الحبيب ديالك، ولكن اسم الحبيب ديالك بحروف متفرقة ومعكوسة. غيسألوني بزاف تاع المتابعات كيف يعني نكتبو حروف متفرقة ومعكوسة. نعطيكم مثال، مثال هاد الورقة، اسم حبيبك مثلا سعيد، اسم حبيبك سعيد، نعرفوا ان اسم الحبيب سعيد يتكون من هذه الحروف سين وعين وياء ودال، سين عين ياء دال. حنا ملي نبغوا نكتبوا الاسم في الورقه البيضاء غير المسطره نكتبوا بهذه الطريقه، نبداو من الاخير للبدايه، يعني نكتبو الاسم الحبيب بحروف معكوسة ومتفرقة، يعني غنديرو دال ياء عين سين، يعني في هاد الورقة غنكتبو الاسم بهاد الطريقة. دال ياء عين سين بهاد الطريقة، اسم حبيب ديالك بحروف متفرقة. بعدين الكاس الحليب غيكون كاس يعني ساخن مش بارد، لانه حنا داك الشخص بغينا نجلبوه ونهيجوه ونقوي شهوته عليك، يجي يعني حتى لو كنتي عازبه غادي يجي تقدم الخطبه ديالك، لو كنتي متفارقه مع زوجك بينكم مشاكل غادي يجي يبحث عليك وبزاف تاع الامور. يعني لازم ان الحليب يكون ساخن عشان داك الشخص نتيا غيتسخنيه، يعني فهمتوا المقصود ديالي. بعدين تهزوا لك الورقه كتكون صغيره على حسب حجم الكاس، هذه راه كبيره كتبت لكم بهذه الطريقه عشان تبين معكم جيدا. المهم كنهزوا لك الورقه كنحطوها في داك الكاس كتذوب، يعني الورقه حابه تكون صغيره الا باش تذوب دغيا. الوصفه كنعملوها بالليل يوم الاثنين، كنهزوا الورقه كنحطوها وسط الكاس وكنخلوها تذوب، وهي كتذوب كنقولوا هذه العزيمه 20 مره، العزيمه تقال 20 مره. ورقة وسيلوا عفاكم وقيدوا معايا، لانه في كثير منكم كيقولوا لي عفاك اعطينا الكلام او يعني التعويذه الروحانيه، وانا ما راش يكون عندي وقت نكتبها لكم كامله، يعني ورقه وقلم يعني وقيدوا اشنو كنقول لكم. يعني انا نحط الورقه وسط كاس الحليب الساخن وهي تذوب، الورقه هي تذوب، وحنا نقولوا ذوبت حروف اسمك في الحليب، يعني ذوبت حروف اسمك في الحليب يا فلان ولد فلانه، تشوفني نجمه ساطعه، تشوفني نجمه ساطعه عاليه بالحضور، يطير لك العقل بلا بيا كانك مغدور، لا تشوف نوم ولا ترتاح حتى تكون بين حضاني، وتمشى وتمشي تعيا الدور والدور وترجع وتقول لي درتها غير بالعاني. وغرست اسم، يعني غرست اسم وتكتبي اسم، يعني وتقولي اسمك مثلا، انت اسمك مثلا فاتحة، تقولي غرست اسم فاتحة في قلبك باش ينزف بغرامي. صافي نعاود عليكم مرة اخرى العزيمة، ورقة وستيلو قيدوا معايا الله يرحم بها الوالدين. ذوبت حروف اسمك في الحليب يا فلان ولد فلانة، تشوفني نجمة ساطعة وعالية بين الحضور، يطير لك العقل بلا بيا كانك مغدور، لا تشوف نوم ولا ترتاح حتى تكون بين احضاني، يعني حتى تكون بين احضاني، تمشي تعيا الدور والدور، يعني تمشي تروح وتروح وترجع تقول لي درتها غير بالعاني. وغرست اسم، يعني من بعد تقولي غرست اسم واسمك انت، تقولي اسمك يعني غرست اسم خديجه ولا فتيحه ولا اي اسم في قلبك باش ينزف بغرامي، تقولي العزيمة الروحانية 20 مرة. بعدين عافاكم تبعوا معايا، بعدين داك الكاس ديال الحليب كتغطوه وتخلوه في مكان، يعني في مكان تغطوه يعني باش ما يفسدش، باش ما تدخلش لي شي حاجة تلوثو ولا أي حاجة.
كيف تعرفوا حتى ان الاكل كيكون بايت لازم نغطوه تفاديا للروحانيات والجوال كيجيو ياكلوا منه بزاف تاع الاوبر. كنغطوا داك الحليب في الصباح يعني في صباح يوم استولتاء صباح لما يعني صبحي اول حاجه لازم تعملها تهز داك الحليب. لو عندك محبق في الدار او حاجه يعني معشبه يعني زي غرس ولا حاجه طبيعيه تكبي فيها داك الحليب صافي غرس. ولا ما عندك في الدار مع الصباح فيقي خرجي، ولا وقت ما هذاك خرجي وكبيه في شي بلاصه حديقه ولا مكان اخضر ولا اي حاجه. وصفه سهله بسيطه، الناس اللي تقول لي راهم في الغربه ما يقدوش يعملوا الوصفات هذه، وصفه سهله وبسيطه ما تعكزوش شي عليها حبيباتي. والله ينوركم يا ربي العالمين.